لابد وأنك تساءلت ولو لمرة واحدة عن سبب ابتسام الأطفال حديثي الولادة من تلقاء أنفسهم. هي ابتسامة واحدة من هذه الكائنات الصغيرة قادرة على محو كل الإرهاق النابع من تربيتهم. أضف أن لهذه الابتسامة قدرة سحرية في طبع ذاتها وبنفس الوقت على وجهك عزيز المشاهد. كثيرة هي الأقاويل والأحاديث التي تتضارب في صحتها ما بين العلمي منها وما بين الخرافي. لا يوجد سبب واضح لضحك الطفل أثناء نومه، لكن هناك العديد من الأسباب المحتملة لذلك، ومنها التطور العاطفي للطفل، بمعنى أن دماغ الطفل الرضيع النامي يسجل كل الأصوات والمشاهد وأنواع الإضاءة اليومية والتي تعالج في الدماغ، مما يسبب شعور الطفل لا إرادياً بعواطف تجعله يبتسم أو يضحك أثناء نومه. ثانياً، حركة العين السريعة REM، وهي مرحلة من مراحل النوم التي يصبح فيها الدماغ نشيطاً جداً، مما يؤدي لحركة سريعة في العين، وهي المرحلة التي تحدث فيها الأحلام فيبتسم الطفل أو يضحك أثناء نومه. أخيراً، إخراج الغازات، وهذا الرأي غير مدعم بأي إثباتات علمية دقيقة، وهو لبعض المختصين، وهو أن شعور الرضيع بالراحة أثناء تمرير الغازات قد يسبب الابتسام بسبب معاناتهم الشديدة من المغص في هذه المرحلة العمرية. إلى الآن لا يوجد دليل علمي قاطع عن سبب هذه الابتسامات، لكن الحقيقة الوحيدة أنها تنشر السعادة على وجوه الناظرين.